اهلا بيكم. المياه البيضاء موضوعنا النهارده. المياه البيضاء موضوع مهم جدا جدا. في موقع All About Virgin، ده موقع مهم جدا، قال بعض الجمل المهمه اللي تخلي الانسان اللي عنده مياه بيضاء يبقى حذر او ياخد باله، لان اعراض المياه البيضاء اعراض تدريجيه وبطيئه. فاذا كنت هتعاني من اللي انا هقوله ده لازم تاخد بالك وتركز جدا. اول حاجه ان يتغير عندك احساس اللون اللي بيسموه ادراك اللون. ادراك اللون ده مش هتقدر تحسه قوي لانه المساله تدريجيه، لكن لو انت ذكي جدا ومركز جدا هتدرك ان الالوان عندك مش زي الاول. لازم تكشف لان دي غالبا هتكون ميه بيضاء. هتعرف قوي قيمه الموضوع ده لما تعمل عمليه الميه البيضاء وتبدا في لحظه بقى يرجع لك اللون الحقيقي. حسيت النور، هالات حوالين الأضواء تبدأ تقلقك وتخليك تفكر إن دي ممكن تكون مية البيضة. طبعاً دي حاجة بقى لازم ناخد بالنا منها كأطباء، إن كل شوية المريض جاي لي يقول لي لا أنا النضارة اللي أنت عملتها لي والكشف اللي فات أونطة، أعمل لي كشف جديد، العدسة مش مظبوطة، أعمل لي كشف جديد. الحاجة الأخيرة الرؤية المزدوجة، وفي حاجة تانية كتير. الرؤية المزدوجة يعني شوف الحاجة اتنينات أو حاجة وليها ظل جامد، احذر دي ممكن تكون ميه بيضاء. الميه البيضاء لانها تدريجيه فالاعراض بتبقى تدريجيه، فطبعا التدريجيه في اي شيء بتخلي الانسان ادابتد عليها، يعني واخد على الكلام ده، وده بيخلي ناس كتير تتاخر في علاج الميه البيضاء. لكن الطب الخاص بالعيون ما سابش اي حاله ميه بيضاء الا معالجها. النهارده معايا ضيف عزيز عليا جدا، اسم كبير وقدير في عالم العيون، وبلا شك بيبدع دايما في حواره معانا، وبنستمتع بيه حوار علمي على أرقى مستوى وحوار تفصيلي ولكل الأعراض وكل الأساليب العلاجية على أرقى مستوى. ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة، واحد من ميجا ستار عالم العيون، الأستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحات العيون وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشبكية والجسم الزجاجي، والجمعية الأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار بالليزر اسم الكبير. أهلا بك يا دكتور برافو. أهلا وسهلا دكتور. عايز أبدأ الأول بماهية المياه البيضاء وبرضه الأعراض، عطفا على ما قاله All About Virgin في يعني alarming signs او علامات مزعجه. ابتداء عشان احنا نفهم يعني ايه ميه بيضاء، احنا لازم نبقى فاهمين ايه هي المنظومه البصريه بتاعتنا من الاول. لازم نبقى فاهمين ايه هي العين وطبيعه شغل العين. خلينا نبسط القصه بشكل سهل شويه. لو احنا تخيلنا ان العين دي زي الكاميرا. الكاميرا متكونه من أجزاء أساسية، أول حاجة القرنية، وهو الجزء الإزازة الشفافة القدامانية الحزم الضوئية بتعدي فيها، الصورة بتعدي من خلالها زي ما هنشوف قدامنا في الفيديو. بعد كده الضوء ينكسر خلال عدسة العين ويقع على الشبكية اللي هي فيلم الكاميرا بتاعنا، وده بالتالي بيبعت الإشارات العصبية لمركز الإبصار في المخ عشان يتكون عندنا صورة واضحة. أنا محتاج إن المنظومة دي كاملة تبقى مظبوطة بأدق تفاصيلها عشان يقدر يتكون عندي صورة سليمة 100%. موضوعنا النهاردة متمحور حوالين عدسة العين. عندي أسباب كتيرة جدا طبية إن أنا يبتدي يحصل عتامة تدريجية في هذه العدسة. طيب مجرد ما لون وصفاء هذه العدسة البلورية يبتدي يتغير، هو ده اللي احنا بنسميه المياه البيضاء. طيب هل كلمة المياه البيضاء دي فعلا لون ابيض زي ما احنا فاهمينه؟ لا خالص، ده مصطلح تاريخي لسبب بسيط، لان هي نادرا ما بيكون لونها ابيض، بل بالعكس هي عندنا كل درجات البني، الابيض ده درجه ثانيه خالص مستقله بذاتها، وهي دي باختصار كلمه الميه البيضاء. طيب نيجي ندخل عندنا ايه اسباب حدوث الميه البيضاء، وهو ده السبب الرئيسي اللي بيخلينا نتكلم على الموضوع ده، وايه اعراضه، ايه مضاعفاته، ايه علاجه. طيب لو جينا نتكلم النهارده على الميه البيضاء، ابتداء احنا كلنا لازم نبقى فاهمين ان الميه البيضاء ده واحد من امراض العصر قديما وحديثا. ما فيش حد فينا تقريبا ما بيجيلوش ميه بيضاء. ليه؟ نفهم اسبابه الاول. اول حاجه عندي اسباب خلقيه. طفل مولود بكونجنيتال كاتركت، اتولد من بطن امه عنده ميه بيضاء سواء في عين واحده او عينتين،
ودي ملحوظة مهمة جدا، لأن من أوائل الحاجات بعد الولادة اللي لازم الأم تفحصها البيبي يتولد سواء سليم أو دخل الحضانة فترة، لازم يطلع على دكتور عيون. اتنين، مية بيضة تصادمية، إصابة، إصابات الملاعب، حد بيلعب كرة، كرة جت في وشه، خناقة، خد بوكس في وشه، حادثة عربية حتى لو في الدماغ، يعني مش لازم الإصابة تبقى مباشرة للعين خالص. السبب التاني بسبب سوء استخدام الأدوية. أدوية كتير وللأسف بيحصل لها ماليوس، بستخدم قطرات مع نفسي، باخد أدوية، أشهر دواء طبعا فيهم الأدوية اللي فيها الكورتيزون، وتعقيبا على دي الكورتيزون مش البعبع أو الحاجة اللي الناس بتخاف منها، لأن الناس تقول لك لا ما تدينيش علاج فيه كورتيزون، لا هو ليه استخدامات مهولة في الطب، بس سوء الاستخدام واروح الصيدليه واخد علاج نفسي، ده طبعا ده بيسبب ميه بيضاء قطره كده، قطره فيها كورتيزون عمال على بطال، عمال على بطال. ده انا عايز اقول لحضرتك ده اقل مشاكلنا النهارده فيها الميه البيضاء، احنا بندخل في كوارث الحقيقه. طيب سبب تاني الامراض المزمنه، زي ايه؟ اشهرهم السكر. واحد عنده سكر مش مهتم بيه، ما بيتعالجش، العلاج ملخبط، كل حاجه بينتهي بميه بيضاء. اسباب وراثيه، ضعف النظر، ضعف النظر من أشهر الأسباب لتكون المية البيضاء. نركن كل الأسباب دي بقى على جنب ونيجي زي ما حضرتك قلت كده السوبر ستار بتاعنا اللي هو إيه؟ الشيخوخة. المية البيضاء الشيخوخية أو الإيجينج بروسيس، واللي أنا بشبهها عادة للمريض بقول له زي الشعر الأبيض اللي بيطلع لنا كلنا. جزء من التقدم السن بتاعي أو الشيخوخة هي ان بيحصل ماتوريشن للبروتينات بتاعه عدسه العين عندي، وبالتالي تفقد الشفافيه الطبيعيه بتاعتها، تكونت الميه البيضاء عندنا. طيب ندخل من هنا ايه الاعراض. الحقيقه عندنا اشكاليه كبيره جدا لمشكله ثقافيه اكتر، معروف عالميا النهارده ان من اهم الحاجات المريض لازم يكشف عليها كشف دوري سواء بيشتكي او ما بيشتكيش عينيه. ليه؟ احنا بنكتشف حاجات كتير جدا المريض مش حاسس بيها. طيب لما الميه البيضاء تبتدي تتكون عندي تدريجيا زي ما حضرتك مشكورا قلت في المقدمه بتاعتنا، طبيعي المريض على مر الوقت بيفقد جوده الرؤيه والبرسيجن ودقه الالوان ودرجه وساتوريشن الالوان في العينتين بشكل متوازي، فهو مش حاسس بالقصه وبالتالي وما بيكشفش كشف دوري. يجي يكشف المريض عندي اقول له حضرتك عندك ميه بيضة، يقول لي انا عندي ميه بيضة؟ امتى؟ ازاي؟ طب انا شايف. اقول له لحضرتك الرؤيه اللي حضرتك شايفها دي مش دي الرؤيه الطبيعيه نهائي. والمريض للاسف ما بيستوعبش زي ما احنا شايفين الصوره اللي على اليمين صوره واضحه كلير، الصوره الثانيه هو بيبقى شايفها ومتخيل ان الرؤيه دي طبيعيه. امتى المريض يلاحظ؟ لو الصوره اللي عندنا لما نعمل له العين الأولانية نعالجها يبتدي يشوف المقارنة اللي باينة قدامنا على الصورة ويستوعب حجم المية البيضة اللي في هذه العين. قبل كده للأسف بل بالعكس المريض بيحاول يصد فكرة أنه عنده مية بيضة، فدي بتتسبب في إشكالية كبيرة. الأعراض بتبدأ برسيد جراديول وبالتالي المريض لا يشعر بيها الا في حالات نادره بيحصل هايبر ماتوريشن للعدسه، الميه البيضاء بتتطور بشكل مفاجئ وليها اسباب وراثيه، فمره واحده يحصل تطور سريع جدا في عين من العينتين لدرجه انه يفقد الرؤيه. في هذه الحاله المريض هو اللي بيجي يشتكي، لكن في 95% من الحالات احنا اللي بنكتشف ان هذا المريض عنده ميه بيضاء. ايه المضاعفات وخصوصا مضاعفات ترك الميه البيضاء موجوده؟ سؤال جميل جدا، وللاسف الشديد دي اشكاليه احنا بنعاني فيها مع المريض. المريض يقول لي انا سمعت ان الميه البيضاء لازم اسيبها عشان تستوي، ودي كلمه شائعه جدا وبحب اكد عليها باستمرار. يعني ايه الميه البيضاء تستوي؟ لو احنا فهمنا الميه البيضاء بتتعالج ازاي هنفهم منين جت الكلمه بتاعت الميه البيضاء تستوي. زمان كنا بنعمل عمليات جراحيه وعمليات كبيره بتستغرق وقت طويل، بتتفتح فيها العين، بنديليفر الميه البيضاء كانها بالظبط التشبيه ولاده قيصريه، بنطلع عدسه العين المعتمه ونزرع عدسه ونخيط، ريهابيليتيشن بيريود طويله قوي، المريض بيقعد مؤلمه، بيقعد شهر في البيت في اوضه ضلمه مش عارف يمارس حياته، فالقصه كانت مرعبه.
الكلام ده في التقنيات القديمة جدا وعافى عليها ظهر من الزمن. طيب دلوقتي مع تقدم الدنيا وتقدم التكنولوجيا العملية بتتعمل بالليزر، بتتفتت في دقيقة، مخدر موضعي، مريض صاحي بيمارس حياته طبيعي جدا في نفس الوقت مش في نفس اليوم. طيب كل ما بنعالج المية البيضة بدري تفتتها بالليزر اسهل بكتير جدا. طيب زمان احنا كنا بنقول فعليا للمريض استنى لما المية البيضة تستوي، ودي كارثة. ليه؟ عشان حتة المضاعفات اللي حضرتك بتتكلم عليها. انا عندي مية بيضة، سبت المية البيضة لما تستوي، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة بقول له الف مبروك هتقلب مية زرقاء. يعني ايه مية زرقاء؟ هي اختلاف الوان؟ لا مش اختلاف الوان، مسميات تاريخية. بيبتدي يحصل ارتفاع تدريجي في ضغط العين، يضغط على العصب البصري، يبتدي يحصل تآكل في الألياف العصبية بتاعت العصب البصري. يعني بالعربي المريض بيبتدي العصب البصري بتاعه تدريجيا يموت. كل ده هو فاهم ان المية البيضة بتتقل، بس هي المية البيضة ما بتتقلش، حضرتك عمال تفقد العصب البصري اللي هو أساسا بينقلك الصورة. وأحب أنوه على نقطة مهمة جدا، العصب البصري ألياف عصبية لا تتجدد، الخلية الجهاز العصبي المركزي، خلية عصبية. إذا فقدت الخلية العصبية عندي، أنا عندي خلايا كتير متجددة في جسمي إلا الخلية العصبية لا تتجدد، وبالتالي لو قلبنا مية زرقاء إحنا ندخل في إشكالية كبيرة جدا. المريض ده نيجي نعمل له عملية المية البيضة زي ما دخل زي ما خرج، هيقولك أنت إحنا عملنا أحلى عملية في الدنيا بس أنا مش شايف. ليه مش شايف؟ أقول له عشان حضرتك العصب البصري للأسف إحنا فقدنا 80 أو 90% من الألياف البصرية بتاعتك، فدخلنا في إشكالية كبيرة جدا لكون بس إن أنا أخرت علاج المية البيضة. والمية البيضة عندي بتنقسم إلى جريدز، لدرجات. الدرجة الأولى، ودي برضو حتة مهمة جدا بنوه عليها، حاجة اسمها تصلب نواة العدسة أو نيوكلير سكليروسس. إيه ده؟ كلنا بعد سن الأربعين بيحصل تشينج بسيط في عدسة العين عندي. هل المرحلة دي مية بيضة وتستدعي إن أنا أعالج هذا المريض؟ الحقيقة مرفوض تماما الكلام ده. وياما بيجي لي مرضى يقول لي انا سمعت ان انا عندي ميه بيضة، افحصه اقول له حضرتك زي الفل ما عندكش اي حاجه خالص، ده تصلب في نواه العدسه كبرت شويه. طيب الميه البيضة احنا بنحكم عليها بالدرجه بتاعتها، يتعمل فحص شامل للعين جميع اجزاء العين، مش بفحص العدسه بس، بفحصها من اول الخزانه الاماميه مرورا بالقزحيه، عدسه العين، الجسم الزجاجي، الشبكيه، العصب البصري بتاعي، وحاجه اسمها الفيجوال بوتنشال، قدره الابصار بتاعتي فين النهارده. دي مراحل الفحص بتاعتي، وانا كمريض لازم اميك شور ان انا اتفحصت بهذا الشكل عشان يوم ما ناخد قرار نبقى واخدين القرار الصح بتاعنا. خلصنا مرحلة الفحص وتم تشخيص هذا المريض انه عنده مية بيضة، نقع في الاشكالية الكبيرة. انا سمعت حضرتك ان هي تفتيت مية بيضة وزرع عدسة، انا مش عايز ازرع عدسة. سؤال كوميدي جدا، واحب اقول لحضرتك ان تقريبا 50% من الناس بيسمعوني. للأسف لو نرجع لورا شوية بالتاريخ، زمان كنا بنستخدم عدسات صلبة ومعمولة من مواد بدائية شوية وليها قصة طويلة ممكن نبقى نشرحها في يوم، وعدسات غير مرنة وكان ليها مشاكل كتيرة الحقيقة. طيب مع تطور التكنولوجيا النهاردة بقينا بنستخدم العدسات اللينة، ودي نفسها في منها أنواع. المريض عادة عنده شكوى أو عنده تخيل يقولك العدسة ممكن تشكني، ممكن تعمل لي إشكالية. طبعا ده قصة كوميدية شوية. طيب نشرح عملية المية البيضة بعدين نبتدي نشرح إيه أنواع العدسات عشان إيه نقفل الموضوع ده. عمليات المية البيضة بالتكنولوجيا الحديثة زي ما باين قدامنا في الفيديو، بنعمل شق دائري جراحي صغير جدا في عدسة العين. طبعا احنا مكبرين الصورة هنا وعاملينها أنيميشن عشان الناس تتخيل الصورة شكلها إيه. وطبعا على الجنب التاني احنا بنبين دلوقتي فرق التطور لما دخل كمان عندنا تكنولوجيا الفيمتو ليزر. الاول كانت بتعتمد على مهارة ايد الجراح، النهاردة مع التكنولوجيا دخل تكنولوجيا الفيمتو ليزر، بقت هي بترسم لنا بالظبط الانسيجنز والفتحات الدقيقة المجهرية اللي احنا محتاجينها. اشعة الليزر بتنزل تفتت لي نواة العدسة تماما. يدخل جهاز الفيكو ايمالسيفيكيشن زي ما هيبان قدامنا في الفيديو، هو بيبتدي يسحب
هذه المية البيضة اللي تم تفتيتها بالليزر زي ما حضرتك شايف قدامنا أشعة الليزر بالمنظر ده، فتتت العدسة تماما. كل ده حضرتك بيتعمل في أقل من 60 ثانية والمريض صاحي وبمخدر موضعي ضبطه، إن إحنا بنستخدم قطرة ما بحتاجش إن أنا أديله حتى حقنة مخدر، صاحي وسامع وبنتكلم. زي ما إحنا شايفين بيتم تفتيت العتامة داخل هذه عدسة العين لغاية آخر جزء منها، وبنزرع العدسة اللينة. عدسة اللينة بتدخل من فتحة زي ما حضرتك شفت أقل من 1 ملي، لا ترى بالعين المجردة وبتستقر في الوضع الطبيعي بتاعها. يجي العيان بعد كده يقول لي طيب إيه التعليمات بتاعتي بعد هذه العملية؟ أقول له ألف مبروك، حضرتك تروح تمارس حياتك بشكل طبيعي 100% دلوقتي، يعني مش هحتاج أقعد في أوضة ضلمة ومفيش موبايل ولا كمبيوتر ولا تلفزيون. بقول له أبسوليوتلي الكلام ده بقى غلط في النيو تكنولوجيز. طيب نيجي بقى لحتة العدسات. طب حضرتك إيه أحسن أنواع عدسات؟ أولاً العدسات اللينة الأمريكية أعلى جودة عدسات، منطقي. طيب هل دي في منها أنواع؟ آه طبعاً. طيب الأنواع دي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على حالة كل مريض، احتياجاته. إحنا النهاردة وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا مش إن أنا عايز العيان يشوف، لا خالص، هو كده كده إحنا بنتكلم في رؤية 6 على 6، بس إحنا بنتكلم جودة الرؤية بتاعت حضرتك دي إيه؟ في مريض احتياجاته عدسة لينة أحادية البؤر بنستخدمها شايف البعيد 6 على 6 وبيستخدم نظارة للقراءة. عيان تاني ديماندنج أكتر، محتاج إن هو يتخلص من نظارة المسافات ونظارة القراءة. يجي النهاردة تكنولوجيا تانية خالص، العدسات المالتي فوكل والعدسات التراي فوكل، دي ادتنا ليفل تاني خلاص من اللعبة. يعني أنا هعمل مية بيضة وحرفيا رجعت كأني عندي 20 سنة، شايف بعيد وشايف قريب. حتة الشيخوخة البصرية بتاعت نظارة القراية انعدمت تماما بالنسبة له. طيب عيان تاني عنده أستجماتيزم، طيب أنا هدخل أشيل له المية البيضة عشان بعديها ألبسه نظارة؟ لا خالص، عندنا النهاردة العدسات التوريك IOLs. وعشان كده الحقيقة دايما لازم المريض يبقى فاهم حالته، وده 80% من شفاء أي حالة مية بيضة أو أي مرض عامة. بنحب ناخد وقتنا كويس جدا في فحص المريض، تحديد نوع المية البيضة، نوع العدسة اللي تناسب هذا الشخص، أخين توأم هزرع لده نوع عدسة وده نوع عدسة تاني بناء على احتياجات هذا المريض، بناء على الرغبات بتاعته هو كمان، رغباته واحتياجاته. يعني ممكن قوي مريض يجي يقول لي لا أنا محتاج ما ألبسش نظارة القراية خالص، صحيح ما أعرفش ألبسها، زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط، بناء على اللايف ستايل بتاع هذا البيشنت. وبالتالي خلينا نسهل القصة أكتر، نقول المية البيضة بقت عملية سهلة جدا، من أكثر العمليات إجراءا حول العالم، من أأمن العمليات النهاردة حول العالم بشروط. حضرتك بعد إذنك لما تتشخص إنك عندك مية بيضة انسى الكونسبت بتاع المية البيضة بتاعتي تستوي نهائي. العدسة ما بتشكش، العدسة دي حضرتك بتعيش عمرك كله بيها، ما بتقعش وما بتتحركش. طيب يجي عيان يسأل هنا سؤال لطيف جدا، هل أنا المية البيضة هترجع لي؟ وده سؤال جميل الحقيقة. ليه؟ مستحيل 100% المية البيضة ترجع. ليه؟ العدسة اللي عندي بقت عدسة صناعية معمولة من ماتيريالز عالية جدا، يعني عمرها الافتراضي أساسا أعلى من عمر البني آدم. طيب ليه سمعنا ان مريض عمل عملية مية بيضة وكان وشتكى. شايف وزي الفل واشتكى بعد ورجعت الرؤية ضبابية واشتكى بعد كده؟ ده سؤال حلو جدا. في عندنا غشاء شفاف اسمه المحفظة الخلفية للعدسة او الكبسولة او البوستيريور كبسولة، ده غشاء شفاف طبيعي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا، اللي بزرع عليه العدسة بتاعتي. وانس ان العدسة اتحطت عليه ايا كان سن هذا البني ادم، جهاز المناعة هيبتدي يشوف ان في جسم غريب داخل العين، بس جهاز المناعة ما يقدرش يعمل للعدسة دي حاجة، وده ميزة نوعية العدسات الحديثة، ودي دايما اللي بنشجع العيانين انهم يزرعوها لان العدسات القديمة كان ليها منها مشاكل. يجي جهاز المناعة يحاول يحارب هذه العدسة، ما يقدرش يعملها أي حاجة. مين اللي يحصل له تعتيم هذه الكبسولة الخلفية؟ طيب المحفظة، المحفظة الخلفية. يبتدي المريض يقول لك ده أنا حاسس إن المية البيضة بدأت ترجع لي. نقول له لا مش هترجع. زمان
كنا بنعمل عملية جراحية تانية عشان نفتت هذه الكبسولة. دلوقتي بيدخل صنف جلسة ليزر من غير بنج، والعيان قاعد قدامي بيحط دقنه على جهاز الليزر يلاقي وميض أحمر أو فلاشات حمراء ويسمع صوت تكة. اختفت هذه العتامة واختفت للأبد، لأن في إشكالية تانية ثقافية عندنا يقول لك إن أنا كل فترة محتاج أمسح العدسة، أروح أنا ألمع العدسة. طبعا الكلام ده غلط، بتتعمل مرة واحدة في العمر. طيب آخر سؤال بقى، جالي مريض عملنا له أحلى عملية مية بيضة في الدنيا، شايف كواليتي الدنيا جميلة جدا، بس عنده لسه قياسات في ضعف النظر، هل ينفع هذا المريض يعمل عمليات الليزك بقى بأنواعها لتصحيح الإبصار والتخلص من النظارة؟ الإجابة نعم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة كل ده ممكن. ما عادش فيه احتمال النهاردة لضعف نظر أو مية بيضة ما بيتعالجش والمريض يرجع الرؤية عنده 100% تاني بإذن الله. أبدعت بجد، لميت الموضوع فندم، ما تعرفش دايما الحوار معك دائما موسوعي كامل، بجاوب كل الأسئلة المحتملة عند عقلية المريض. آخر سؤال قبل ما نمشي، لو هو نظره ضعيف قوي، يعني كان بيلبس نظارة سميكة وجالت له مية بيضة، ممكن أضرب عصفورين بحاجة؟ طبعا، ده أنا عايز أقول لحضرتك ده الناس دي جميلة جدا، ودول بيشكلوا نسبة كبيرة من العيانين اللي الواحد بيشوفها تقريبا ديلي. واحد عنده ماينس 15 ماينس 16 كده كده ده تكون عنده بداية مية بيضة. طيب لما بنفتت المية البيضة وبنزرع العدسة وبتبقى حساباتها والفحص بتاعنا دقيق، عايز اقول لحضرتك ان المريض ده بيتشلوا الميه البيضه والرؤيه عنده رجعت 6/6 تاني. اتس ا لايف تشينجر، حياه هذا الشخص بتتغير. ده بقى اللي زي ما بيقولوا كده اتولد من جديد. يس yes. دي حقيقه فعلا. انت نورت يا فندم وابدعت. ميه البيضه كما ينبغي ان تفهم مع ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحات العيون وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، المؤسس رئيس مجلس اداره مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشبكيه والجسم الزجاجي، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار بالليزر. شرح الميه البيضاء من كل جوانبها بكل احتمالاتها في زمن قياسي. خليكم على نفس الحب.